لان هذا مركز صحي من المستوى الثاني اللي كيقدم خدمات الرعايه الصحيه الاوليه لواحد الساكنه ديال 25000 نسمه في حي دور الجامع بالرباط. وهذا المركز اعتمد يعني مقاربه ديال الطب عن بعد اللي هي مقاربه ماشيه فيها الوزاره في اطار مخطط الصحه 2025 فيما يتعلق بتعزيز الخدمات ديال القرب وخدمات الصحه الاوليه في اتجاه الوصول الى تغطيه صحيه شامله. فهذا المركز فيه واحد النسبه ديال التاطير الطبي مهم، في اطباء متخصصين في طب الاسره، فيه كذلك بعض التخصصات مرتبطه ببرامج، هناك برنامج ديال داء السل، محاربه داء السل، فهناك وحده خاصه بالتكفل بهذا المرضى وتتبع ديالهم والعلاج ديالهم، هناك كذلك وحده خاصه بالامراض النفسيه والعقليه كمكون اساسي من مكونات الصحه، يعني المقاربه ديال الطب الاسره اللي هي مقاربه صحيه اجتماعيه نفسيه. إذن هناك وحده ديال الطب النفسي والعقلي، هناك كذلك ادويه خاصه بهذه الامراض، ثم هناك الامراض المزمنه، تتبع مرضى السكري، الضغط الدموي، وتتبع كذلك او تشخيص سرطانات، بعض السرطانات كسرطان الثدي وعنق الرحم اللي تكون في اطار صحه الام او الصحه الانجابيه عفوا. ثم هناك برنامج الصحه ديال الام والطفل عبر تتبع ديال 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 الحمل وكذلك ما بعد الحمل، والبرنامج الوطني ديال التلقيح او التمنيع اللي كيدار كذلك هنا. فهذه كلها برامج وطنيه يتم التنزيل ديالها على مستوى هذه المراكز الصحيه من المستوى الثاني، وهذه هي المقاربه اللي تعزها اليوم وزاره الصحه على مستوى الوطني. اعاده تاهيل المراكز الصحيه بالرباط كتدخل في اطار الشراكه اللي تم الامضاء ديالها بحضور سيدنا الله ينصرو الرباط مدينه الانوار. التأهيل الهدف ديالو هو تعزيز العرض الصحي بمدينة الرباط، الرفع من جودة الخدمات، بالإضافة إلى تحديد مسار المريض، وهذه هي الحاجة المهمة بالنسبة لنا حنايا كاختصاصيين في ميدان الصحي، وإعطاء الأهمية الكبرى للعلاجات الأساسية الأولية وذات طابع القرب اللي غادي تمكن من بلوغ الهدف الأساسي اللي هو تمكين جميع الفئات المواطنين من الولوج للخدمات الصحية.